خمس حاجات مفروض كل واحد يتعلمها. هاي جايز، انا احمد. اول حاجه لغه الاشاره، فبعتقد ان هي لغه الاشاره من اهم اللغات اللي المفروض كل واحد يتعلمها غير اللغات الثانيه. وامريكان ساين لانجويج اللي هي لغه الاشاره الامريكيه، لانها المحتوى بتاعها كتير جدا، فانت تقدر تتعلمها بسهوله عن اللغات الاشاره الثانيه، لان ما فيش ناس بتحط كتير زي لغه الاشاره الامريكيه. وهتتلاقي على القناه بتاعتي بعض المصادر اللي انت تقدر تتعلم بها لغه الاشاره، وفي فيديوهات ثانيه هحطها، وهتتلاقي في الاي هنا الفيديوهات اللي انا عملتها، واما تنزل فيديوهات جديده برضه هحطها في الاي هنا، وهحطها في مجموعه عشان تروح لها بطريقه اسهل. مش فهمتش الحركه دي، روح شوف الفيديو، اول فيديو عملته عن لغه الاشاره. Stepping on a spider has to be the scariest thing in the world. Actually, you know what'd be scarier? If after putting on the one shoe, I recklessly put my foot in the other one and discovered that I was teaming with hundreds of spiders. All the babies were in there, a whole let's see, it's a goose geese, school of fish, what is a group of spiders called? Old man, I remember a whole circle of spiders, that'd be the scariest thing ever. I love that you're camping out in the woods, or not even camping, or even in the woods, just sleeping in your backyard. I don't know, maybe you like the great outdoors, but you just want to come home and quickly get a fight with you. Too much pride, even though your dog's getting inside the kitchen window with an expression that's a mixture of pity and confusion. So, this is the scary part. You're in the backyard and you just have to doze off and start feeling something that's funny. Now, haha, but it could be weird funny. So you look at that chicken bacon, there's a snake going up. You're like, ah, that just blows the spider thing out of the way. It's not possible to get any scarier than that. Wow! تاني حاجة القراءة السريعة، تعتبر بسبب الوقت والوقت الواحد بقى مزحوم جامد، تعتبر القراءة السريعة من أهم الحاجات اللي المفروض الواحد يتعلمها. الشخص العادي ممكن يقرأ في الدقيقة حوالي 250 كلمة، أما الشخص اللي هو بيكون قراءة سريعة فبيعديهم، بيجيب ال 500 وكمان بيعدي ال 500. بس الفكرة اللي هو كل ما كان اللي هو ما يوصلش بسرعة عالية قوي ويقل الاستيعاب بتاعه، ده أهم حاجة في القراءة السريعة، لأن في ناس بتوصل لسرعات عالية بس ما بيبقوش فاهمين. فالأفضل القراءة يعني متوسطة، يعني تبقاش بطيئة قوي ولا تبقى سريعة قوي لدرجة اللي انت ما تفهمش. تاني حاجة تكنيكات اللي هي بيستخدموها، اللي هي أول حاجة بتدرب نفسك اللي انت تقرا اللي هو المستوى اللي هو أي حد بيقرا، اللي هو حوالي 250 كلمة في الدقيقة. بعد كده بتحاول تزود سرعتك، مثلا تظبط دقيقة على التليفون ولا حاجة، وتقوم تحاول تقرا بسرعة اللي هي تشوف انت هتقرا كام، وتحاول تسرع نفسك كل مرة. بعد كده ما انت بتتمكن اللي انت تبقى تقرا القراية اللي هي أي حد بيقدر يقراها اللي هي 250 كلمة، بتبدأ بقى تحاول بدل ما تقرا كلمه لا تحاول تقرا كلمتين مع بعض. بعدها بعد ما تتمكن ان انت بقيت متمكن من ان انت تقرا كلمتين، هتبدا بقى تقرا ثلاثه وبعدها اربعه وبعدها خمس كلمات. وبعد كده اما تدوس تعدي الخمس كلمات هتبقى تحاول بقى تقرا السطر كله مره واحده. وفي طريقه من الطرق اللي هي برضه هتسرع قرايتك، انت مثلا تستخدم قلم وتمشي بكلمه كلمه، تمشي بكلمه كلمه، ده هيسرع شويه القرايه بتاعتك. تاني حاجه حاول ممكن تستخدم زي مسطره او حته ورقه، تقوم كل سطر تنزل واحده واحده عشان ما تتلخبطش وتقعد كده فياخد وقت. تاني حاجة لو في كلمة وقعت منك او ما خدتش بالك هي ايه، عادي كمل في القراية، لان معظم الوقت انت هتفهم من الصياغة. فالكلمة يعني لو رجعت تاني اقراها هتلاقي نفسك اخدت وقت كتير في القراية، معنى الموضوع ما كانش مستاهل. تاني حاجة انا بالنسبة لي بعتبر اللي في حاجات تنفع للقراية السريعة وحاجات كتب تاني ما تنفعش، او محتوى تاني ما ينفعش تماما. محتوى مثلا التعليمي او الحاجات اللي انت مهمة جدا بالنسبة لك، دي مهمة جدا، فحاول ما تبقاش قراية سريعة قوي اللي انت ما فهمتش كتير او المحتوى ما دخلش في دماغك قوي. اما في محتوى اللي هو مثلا ايه زي الروايات مثلا مش مهمه قوي او حاجه تسليه ليك، فدي يفضل تحاول تقرا فيها بسرعه، او حتى التنميه البشريه تقراها بسرعه عشان تدرب القراءه السريعه، حتى ما تيجي مثلا تقرا في الكتب مثلا اللي انت عايز تستفيد منها حاجات محتوى وكده، فتتلاقي نفسك بقت بتقرا اسرع كمان. تالت حاجة الكتابة السريعة على الكيبورد، تعتبر الكتابة السريعة على الكيبورد من الحاجات المهمة جدا، لأنها بتسرع يعني أسرع كتير من الكتابة حرف بحرف بطبق واحد، بتبقى مملة جدا وبتاخد وقت كتير، فالكتابة السريعة مهمة جدا، ويعتبر تعلمها سهل جدا. حتة اللي أنت تتعلم الكونسبت أو المبدأ بتاعها بسيط جدا، مش هياخد منك دقيقتين، أما في التطبيق بياخد شوية وقت، حاجة بسيطة يعني تعتبر زي كأنها لعبة. بعدها مرة في مرة هتلاقي نفسك متمكن جامد وبتوصل لسرعتها. وفي برنامج يعتبر من برامج القوية جدا في الكتابة السريعة على الكيبورد، ومفيش حد من اللي اتعلم الكتابة السريعة يعتبر ما استخدموش او ماش عنده، وهو برنامج ريبا تايبنج. والفكرة منه لو مش مجرد كمان ياخدك واحد محترف او بتفهم شوية، لا هو بيعلمك من الاساسيات، بس في حاجة واحدة بس هي اللي مش موجودة عليه، مفروض ما تبصش للكيبورد وانت بتكتب،
تبص للشاشه بس، لان اما انت تقعد تبص للكيبورد والشاشه فده بياخد وقت تتعلم اللي هو. فكل صابع ليه مكان معين المفروض تستخدم فيه، فده برضو بتسرع جامد. وكمان تقدر كمان ان انت تحط لغات تانية، ولغات تانية غير الانجليزي في لغات تانية. وعلى فكره الانجليزي من اسهل اللغات اللي انت تقدر تتعلمها في الكتاب، لان الكيبورد بتاعها مش معقد خالص زي لغات تانية. رابع حاجة وهي قراءة الأخبار، لأن الوقت يعني حتة اللي الواحد ما يقراش الأخبار واللي بيحصل الوقت بقى اللي هو كأنه ما هوش موجود أصلا في العالم. فمن المواقع اللي أنا بقترحها ترى أخبار جوجل نيوز، وفي جوجل نيوز هتتلاقى في مواضيع مختلفة من صح والعلم، إيه الجديد العلم والرياضة والبيزنس، وبرضو اللي بيحصل في العالم والتكنولوجي، وبي بي سي برضو تقدر تقرا منها الأخبار. وفي برنامج برضو قلته في برامج تطوير الإنجليزي هتتلاقى في الآي هنا، كان برضو برنامج جميل جدا، لانه كمان بتقدر تضغط بس على الكلمه تقوم يوديك للقاموس، قاموس اوكسفورد، وفي قاموس تانية كمان، وبيقول لك كمان الترجمه بالعربي، وبتشوف كمان لو تبحث عنها كمان فهتتلاقي في الاي هنا الفيديو اللي هو تطوير لغه الانجليزي. حاول يعني تستخدم اللغه الام اللي انت اللي هنا بنستخدمها، بس حاول كمان تستخدم مثلا لو في لغه عايز تتعلمها زي الانجليزي او اي لغه تانية، تحاول تستفيد باللي انت تقرب اللغه دي فتطور نفسك فيها اكتر. خامس حاجه واخر حاجه معانا وهي قراءه الكتب. الكتب تعتبر يعني الفرق من الكتب والفيديوهات كبير. اكبر فرق يعتبر اللي هو بيخلي الكتب الحاجات اللي هي تستفيد منها اكتر، اللي في الفيديوهات انت المفروض الفيديو ما يبقاش كبير قوي عشان الشخص ما يملش اللي بيتفرج. اما في الكتاب الكاتب يقدر عشان يخلي الشخص ما يملش يلعب في الالفاظ، فالموضوع الكتابه بتبقى اسهل بالنسبه له، فبيقدر يكتب حاجات اكتر ويتغلغل في الموضوع اكتر من الفيديو اللي هو بيبقى مثلا مدته 10 دقايق، فما بيبقاش فيه معلومات كتيرة زي القواميس او الكتب. وبقول من المواقع اللي تقدر تستفيد منها مثلا موقع هنداوي، ده موقع فيه كتب كتيرة مترجمة للعربي وكتب عربي اصلا، ده موقع حلو قوي. تاني موقع موقع امازون. موقع امازون لو مثلا انت مش ملم او بتحب القراية قوي، فحاول تقرأ على الاقل كتاب في الشهر ولا حاجة، هتتلاقي نفسك استفدت مرة في مرة. حاول تختار كمان كتاب تكون اللغه بتاعته مش صعبه قوي، وما تكونش برضو اللغه اللي هي طفوليه قوي، تبقى رقيقه شويه فكيكه شويه، فحاول تجيب اللي هي الوسط يعني، ولا صعبه قوي ولا سهله قوي، بالنسبه اللي هو ايه تستفيد وفي نفس الوقت ما تمليش من الطريقه اللي هي بيتكلم بها الكتاب. تاني حاجه حاول بقى تنوع في الاول عشان تشوف، مثلا جيب روايات فتشوف ايه الروايه دي عجبك، طب لا تشوف حد بيكتب تاني وكده، وتنوع عشان تشوف انت بتميل لايه. بعد كده هتلاقي نفسك مره في مره ملت الحاجه معينه وبقت بتقرا فيها. وفي موقع امازون يعتبر ما فيش كتاب مش هتتلاقي عليه، وفي برضو موقع امازون لو انت مثلا مش ملم برضو قراءه كسلان تشتري كتاب او تقرا كتاب، وفي كمان اوديو بوكس اللي هو برضو من موقع امازون، فبيجيب لك الكتاب يبقى حد قريب فانت بتسمعه. وبرضو الحلو فيه اللي انت ممكن تعمل حاجه وانت بتسمع الكتاب، يعني بتعمل اللي انت عليك وبرضو بتستفيد. في نقطه كمان مهمه، حاول ما تسمعش الكتاب تقيل، مثلا في كتاب مثلا علمي او كتاب يعني تقيل في المصطلحات والحاجات دي، حاول تبدا بحاجات بسيطه عشان برضو بالنسبه لي القرايه بحسها بيكون فيها تركيز اكتر من الاستماع، اذا ما انت بتعمل حاجه بس بتفرق بس بتفرق من واحد لواحد. انا بالنسبه لي القرايه بحسها بستفيد منها اكتر من الاستماع، بس برضو بستمع. وعادي لو مثلا ايه تلات كتاب مليت منه ممكن ترميه وتشوف كتاب تاني، عشان احنا في الاول كده بنحاول نشوف احنا ميولنا ايه بنحب اكتر عشان نقرا في الحاجات دي اكتر. بس من وقت الاخر حاول تنوع بتقرا حاجات مختلفه عن اللي انت بتقراه في العادي عشان تستفيد اكتر، وحاول برضو تستخدم القرايه السريعه برضو هتفيدك في الحاجات. عملت فيديو قبل ده سبع حاجات مفروض كل واحد يتعلمهم، هتطلع في الاي اللي فوق، روح اتفرج عليه، في معلومات كتيره مفيده، في مفاجاه هتحصل. فيديو هعمله على اخر رمضان او بعد رمضان بيوم. الفيديو ده يعتبر لو يعني لو نفع زي ما انا متخيل هينقل القناه نقله نوعيه. وفي الاخر في محتوى كتير هتتلاقى في الديسكريبشن، مصادر وتعليميه وحاجات كتيره هتتلاقى في الديسكريبشن هتفيدك اكتر عن الحاجات اللي انا بقولها ديت. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناه وشغل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو. وفي كام فيديو هيتعمل عن لغه الاشاره الامريكيه، ما تنساش تشترك في القناه وتشغل الجرس. وسلام.
وفي برضو طريقه اللي هي تحاول تقرا برضو بسرعه اللي هي تقرا البيانات وتحاول تفهم الملخص بتاع الكتاب. لا دي في اختيارك.